السلام عليكم اخوان، انا يا بشرى مقيس اللي كنت دزت واحد الفيديو في مغاربة نيوز، والحمد لله دزت وعطى واحد الحاجة مزيانة. الناس شافوا الفيديو تعاطفوا معايا. المغاربة الله يكثر خيرهم، كلهم الله يكثر خيرهم. يمتى كنعرفوا بعضياتنا وقت الحزة؟ اما في الاوقات العاديه راه ما نعرفوش بعضياتنا، نبقاو نلومو بعضياتنا، ولكن وقت الحزه انا تبهت. انا مني شفت دوك الناس اللي كيعيطوا واللي عاونوني، الله يكثر خيرهم من برا، الله يكثر خيرهم. الصراحه اقسم بالله العلي العظيم، كل ما الناس اللي مني درتوا لي الفيديو فهاد مغاربه نيوز وصيفطوا لي الناس، والله ما كنت غنشري هاد البراوات هذا بعدا، هادو جوج في البوطه دايرين 3000 في النار، خصني نضرب جوج في النهار. والدواء هذاك النهار مني صيفطوا الناس، الله يكثر خيرهم، الاخت من برا وشي اخوان اخرين من هنا، بغيت ربي يجعل عليهم في ميزان الحسنات. شريت الدواء وبصراحه كنحس بواحد التحسن شويه، غاية باقي الالام، يعني ضروري ناخذ الدواء. خصني كنبقى الليل كامل فايقه نخد الدواء، خيد الدواء باش ما نتوجعش. وكي قلت لكم يعني الالم باقي كاين، والدواء راني شريته وشريت لي امي ليكوش على هادشي كامل. كان خاصك الدواء وكان خاصك ليكوش، هادو من الاساسيات كانوا خاصك. اقسم بالله تحبسوا، ومع الوالده ديالي عندها سياتيك وعندها الطونسيون والقلب، ما عندهاش يعني كنقولها مش كنقولها راه غادي كنبرد على راسي ونبرد عليها، حقاش كنشوفك تاثر من الداخل. ومعايا الله نفس الحاله تقريبا نفس الجلسه، ما تبى بحال هكا رجلي منفوخين، البراوات كتشريهم ليه باقي ما كملش عامين، نفس الحاله يعني باقي ما فاقتش من باقي المرض ديال العيا ديال با باقي فيها، باقا ما كملش با عامين الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. وانا كون ما هذوك الناس كندور في راسي البارح، كون ما هذوك الناس ما غاديش نشري البراوات، ما غاديش نشري الدواء، وغنتكرفص وليكوش. ودابا كينايا كنطلب منهم، بعدا كنعاود نشكرهم، راه كي قلت لكم اخويا راه تبهرت انايا. شنو قالوا لك الناس؟ عيطوا عليا، المرا صيفطت لي فلوس وكتقول لي شوفي اختي راه مكراتش مع برا، مكراتش قالت لي راني كنتالم، واللي قسم الله راني صيفطتو لك، قالت لي مكرات، قالت لي كنشوف هذاك الشيء وكيدعيو معايا. صيفطتو لي فلوس ورغم ذلك كيطلبوا مني السماحه، هما كيطلبوا مني السماحه، كيقول لي سمحي لينا راه ما عطيناكش يعني ما عاوناكش، وهما راه الخير اللي داروا راه زعما الله اللي شهد والله اللي عالم بهم. وهنايا كذلك وهنا كذلك في المغرب ثاني عيطوا، جات واحد السيده زي مساكنه بالدعاء، عرفتي هذاك الدعاء كيفرج لك يفرج عليك، تاهي عطات لما اللي قسم الله. جاب الطوموبيلات لهنا، ودابا بحال دابا وحده شافت كتعيط على الاخوان صحاباتها باش يتعاونوا. الحمد لله مازال ينقلب ودابا كنتمحن، دابا مني نبغي نطلع لام عمي ما تقدرش تطلع وتهبط. مني كنبغي نرجع للور نموت فيها حفرة، ما كنقدرش. عندك ناموسية فيها مشكل؟ فيها حفرة الوسطينة، دابا انا كنضل ما بقيتي متكية فيها ولات ناموسية فيها؟ انا كتبقاي ما كتحركيش من بلاصتك. وكمل لا ما نتحركش هكا. وحشاكم طبت من التحت، نضرب كنت شوى والالم دائما دواني حدايا. انا ملي جيت لقيتك كدوي انت والام ديالك على الناموسيه، ما كرهتوش تشريو شي حاجه؟ بغيت ناموسيه وثاني تشوف الدراري ثاني يجيو يطلعوا يعاونوك.
يعني شفتك دايره واحد باش كتبغي تنوض والو خكك ما كتنفعنيش. تحلت لي يدي تفكت لي من هنا ما كنجرف تفكت لي يدي ضرتني، ولكن حتى الالام كنت عذب بالليل كامل وانا نشرب الدبه. مني كيفوتني كنبغي نبقى فايق. هي ملي كتبغي تنوضي الام ديالك هي كتبغي تنوضي، ما كتقدرش كطيح عليا. كنت محن كنت محن الله يجعل لي مغفرة الذنوب. وليا انا دابا بغيت اللي يتكلف ليا يتكلف لي بالعلاج ديالي، ما تبقاش متكرفس. جيب لومبينونس دي لومبينونس دابا كنا مع دابا خصنا نكملو هاد التريتمون باش تاني نشوف بما تقاد الفلوس ديال لي ريم والسكانر. وانا ما كرهتش كاع اللي يديني تكلف ليا بكلشي حتى انا مسكينه امي ديالك كيف ما سبق انه شرنا هي مريضه. انا شفتها هذه شهاده من عندي. انا شفتها كيفاش طالعه في الدروج يعني ما قادراش هي مريضه هي الله يحسن عوانها. مسكينه كتشري ليا الماكله اللي ما تخسرش بحال فرماج الخبز باش ما تقدرش تبقى طيب وتطلع. كنشري داك بيموت فرماج الخبز صعيب عليها الحال. الله يجيب لك الشيف. يعني كيف ما قلت لي رجلك الحمد لله يعني بديتي كتحسي بواحد شويه. سمحوا لي قلت لي رجلك شويه بديتي كتحسي شويه ديال دابا دابا الكحبه بغات تفوتني. تبقاي بحالك شنو المشكل اللي عندك عوجان؟ عندي تشمع في الريه على دوسي عند امي في الريه. دابا شاريه الرغبوز ولكن ما كينفعش في الريه، طلبوا لها قرعه الاكسجين خاصها تكون عندي صغيره. لا بعدا هي الكرات غاليه والشر غاليه. دابا كاينه امي جايبه ليا 4 ديال الرابوز، ولكن الرابوز قالوا لها ماشي هو الريه خاص القرعه ديال الاكسجين. انا مني مشيت دخلوني انعاش الاكسجين، عنده الاكسجين ناقص. وبسكانر قالوا لي عندي تشمع في الرئه حتى هو. دابا هاد لونتيبي اللي كناخد ديال هنا وديال الرجليه اليوم بجوجهم. كنتمناو لك الشفاء ان شاء الله يا ربي خويا. عاودي الرساله ديالك للمغاربه اللي تعاونوا معاك ولا بغيتيهم خصني حاجه كتن كنطلب من المغاربه كاملين اللي عاونوني يسمحوا لي وما عندي فين نحطهم. كنت الله يجعلها لهم في ميزان الحسنات والله يكثر خيرهم وربي يكون لهم عوين دنيا واخره. وبغيت المرض عمرو ما يدور بيهم
وبالنسبة اللي كيعاونوني بالدعاء تهم الله يكثر خيرهم، وبغيت خوتي المغاربة يعاونوني في الدوخ وفي هاد السكانير وليريم. وكي قلت لكم ما كرهت شي واحد يتكلف بيا، وبغيت هذيك القرعه دابا انا نبقى بحال هكايا، خصني نبقى ندير هذيك كتر خيره تنطلع هذاك الشيء اللي في صدري واللي حابسني في التنفس. وخصني القرعه لحقتش القرعه مجهد الاكسجين ديالها هو اللي كيذوب هذاك الشيء ديال صدري. مني مشيت دخلوني للانعاش الاولاني وبغيت لي تكلف ليا بالعلاج ديالي. الى هنا امي راه هذيك خير وبركه مسكينه هي تهنا من تماره تبقى مقابلاني صافي تجي عندي. والله بغيت انا بغيت بقى نربي وليدي، بقى عندي الرجاء فيه، هو اللي عندي انا مطلقه، هو اللي عندي هو ما عنده حتى حد عنده ميمته. يعني انا مشيت هنايا الحمد لله هو، ولكن كملت بغيت اللي يعاونني على المرض ديالي. يلا يشعل لي مغفرة الذنوب هادشي اللي عطى الله، ولكن كي قلت لكم اللي عاونتوني ربي يكون لكم عوين دنيا واخره الخوت.